أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين مواصلتها الإعداد والتجهيز على كل المستويات للتصدي لأي عدوان إسرائيلي جديد على جنين ومخيمها. وفي بيان لها توجهت الفصائل بالشكر إلى محور المقاومة على ما قدمه من دعم لها وللشعب الفلسطيني وفق تأكيدها. إننا في ظل معركة بأس جنين نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا إن شاء الله. ثانيا، نؤكد أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على أبناء شعبنا في جنين ومخيمه مستهدفا المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد وعجزه عن الوصول إلى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم. ونقول له مجددا، يكفيك تصوير انتصارات وهمية. ثالثا، إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله. ونقول لهذا العدو وقيادته أن ما بعد معركة بأس جنين ليس كما قبله.